رضا، الحمد لله. يعني بص، بتلعب ما بتلعبش، جماهير الاهلي بتحبك وبتثق فيك وعارفه امكانياتك، لكنه قول لي ايه اللي مأخرك شويه؟ كابتن شوبير، بصراحة احنا كنت برنو كويس في الأول وفي الأخير، كيف قرر الرجل لو نعم. عايز يلعبنا يلعبني، مش عايز يلعبني ما يلعبني. أهم حاجة هو خاصني نكون متمرن كويس وراضي على نفسي. نعم. بتزعل ساعات وانت خارج، الناس بتحس انك بتزعل، بس الناس دايما بتقول انه ده زعل ملعب يا حسين، انه طبعا انت عايز تبقى موجود في الملعب فترة بالظبط، اطول، عايز ما تغيرش، عايز تنزل بدري شوية. انا بتكلم صح يا حسين ولا صح غلط؟ كابتن صح. هو مش رضا بس، هو اي نعم. لعيب يا كابتن، اي اي حد. لعيب بيزعل. وعلى فكره يا كابتن، لو اي لعيب ما زعلش يبقى ده صحيح. ما هو ما مش في دماغه اي حاجه اصلا، يبقى مش فارق معاه اصلا النادي، ولا فارق معاه نفسه، ولا فارق معاه اي حاجه. واضح انك حابب تلعب اكتر، حابب تبقى في الملعب لوقت اكتر يا رضا، صح كده؟ صح. طيب عايز اسالك، يعني العلاقه الجميله اللي بينك وبين جماهير النادي الاهلي بتفسرها بايه؟ طبعا عايز جمهور الاهلي بيحبني، بس لازم كابتن شوبير، انا خاصني ندي لهم شويه من الحاجات اللي داوني بزاف، خاصني نكون كويس في الملعب ونكون راضي. نعم. الفترة اللي جاية هتعمل ايه عشان يبقى وجودك في الملعب اكتر، تبقى اساسي؟ وفي ناس قالت ان رضا سليم بيفكر انه يمشي من النادي الاهلي، ايه صحة هذا الكلام؟ لا 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 لا، والله كل شيء كذب، والله ما فيش الكلام، خالص. لا 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 خالص. انت اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي، نعم، بس لازم نتمرن كويس، بس العب في النادي الاهلي ان شاء الله. نعم. حسين الشحات وحسين حبيبي، حسين حبيبي يساعدني، حسين حبيبي نينجا. اخويا، نينجا، هو شايفه انه نينجا صح ولا نينجا مضروب؟ لينجا لينجا، لا لا صح، لينجا صح. نينجا، نينجا كويس. حسين قال لي انك حاولت كتير انك تصلح بينه وبين الشيبي، لكن الظروف ما كانتش بتسمح. اعتقد انت من اكتر الناس سعادة بالصلح اللي حصل امبارح يا رضا. حسين والسحاج هما الاثنين كويسين، بس كان شويه ديال الزعل، بس الو، وقت كويس هما اخوه مع بعضهم، هذه هي اهم حاجه. تمام الحمد لله. طيب قول لي ايه اللي بيعجبك في حسين الشحات يا رضا؟ بيحب الناس، بيحب كثير الناس، قبل ما يحب الخير لنفسه يحبوا الناس، فعلا. هذه الحاجه اللي في حسين كويسه والله، وما بيزعلش على اي احد. بيعزمك يعني، جدع معاك وحاجات دي، بيوجب يعني بلغة المصريين ولا لا؟ لا هو كويس والله، بيعزمني، عايز نروح مع المحل تاعو المحل. انت اللي بتحال عليك، انت مش عايز تيجي. لبس لبس يا حبيبي، لبس. الشيتو بقى، الشيتو نازل اهو، الشيتو نازل في المحل، تعالى بقى. ماشي يا كابتن.